سؤال آخر يقول: هل يجوز أن يخرج الرجل إلى الصلاة وأولاده في المنزل؟ لا يجوز أن يخرج إلى الصلاة ويترك أبناءه الذكور في المنزل. إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز فإنه يأمرهم بالصلاة، وإذا كانوا قد بلغوا سن العاشرة فإنه يلزمهم ويغلبهم إذا تخلفوا عنها، بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واغلبوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ويتأكد الأمر إذا كانوا بالغين، فإنه لا يجوز أن يتركهم في بيته تخلفون عن صلاة الجماعة أو يتركون الصلاة نهائيا، وصاحب البيت مكلف بمن في بيته أن يلزمهم بطاعة الله ويمنعهم من المنكرات، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فقودها الناس والحجارة، ولقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كان عند ربه مرضيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلو أن الوالد اعتنى بأولاده من سن الصغر، من سن التمييز، ورباهم على الطاعة لاعتادوا ذلك. ولكن كثير من الآباء يتساهلون مع أولادهم بحجة أنهم صغار ويتركونهم، فإذا كبروا استعصوا لأنهم نشأوا على عدم المبالاة. فهذه إساءة وتفريط وتضييع من هذا الوالد.